هلأ هن ليش خطفوا روزغار؟ شو بدهم؟ جمال. جمال؟ ليش شو بيقربون؟ في واحد منهم أبوه. هنيك فوق، يلا ركود ركود ركود. لا تهرب، اركض. تعال انتبه، هلا بتوقع على تحت. ما بدي اجي لعندك. ليش عم بتساوي هيك؟ نحن ما رح نأذيك، تعال لا تخاف. لا بعدوا عني. طيب اسمع، لا تخاف، يلا اعطيني ايدك. اتركني. يلا نجيت اطيب شاي خمير بكل الدنيا، تفضلوا يا اسياد. شكرا. ان شاء الله صحتين وهنا على قلوبكم. نارا يا ابو خالد. تفضل يا اخي. شكرا. الف الف صحه. يا حلمي، هي انا، لا تخاف. جزمنت؟ ايه انا زوجتك، اميرتك، حبيبتك. جزمنت؟ ايه. شو صاير لوشي؟ ما في شي، بس شالت حريقة صغيرة عنا بالبيت. حريقة؟ إيه؟ يعني ما بيكفي انك حرقتيني حياتي، حرقتيني بيتي كمان. يا الله شو هاد؟ خلص انسى، المهم سلامتي وانا هلأ منيحة. ايه طالما نحن الاثنين مع بعض، كوخ صغير بكفينا. مشان الله شو يلي عم بتقولي؟ كيف يعني كوخ صغير؟ البيت شو صار بالبيت؟ ايه الحمد لله ما صار شي للبيت. بس اجا صاحب البيت وطفى الحريقة وراح. ايه بس شو؟ قال لي لا تفكروا ابدا ترجعوا على هالبيت، يعني نحن صفينا بالشارع. لسه لإمتى رح نضل عم نتعذب يا أمي؟ هدول الناس لإمتى رح يضلوا يحرقوا لنا حياتنا؟ نحنا ما رح نخلص منهم أبدا. كل شي رح يمر، لا تشغلي بالك، هانت ما ضل كتير. شو بدي ساوي إذا صار شي لروزغار؟ ضميري رح يقتلني. ما رح يصير له أي شي، لا تفكري بهاي الطريقة. تمام. شو بدكن مني؟ اسكت بقى يا ولد. اخي مسك الباب، فوت لجوا. بعد هيك شو راح نساوي هلا؟ رح نستنى. إذا كان بدهم يشوفوا ابنهم لازم يعطونا جمال، وهذا الحل. علي فتح عيونك منيح مشان ما يهرب مرة تانية. خلينا نجرب حظنا ونشوف، احتمال يكونوا بشي بيت.
يا أخي تفضل. عم ندور على شابين وولد. يا ترى شفت هالرجال هون؟ أخي أنا كتير جعت، رح روح اشتري شي للأكل. تأكل شي يا ولاد؟ لا أنا مستحيل أكل من أكلكم. لا ترد عليه، جيب له شي إلا ما يأكل. تمام أخي. ايه شفته؟ وين؟ هنيك بالبيت رقم 9. تمام اخي شكرا. العفو. قدروا يلاقونا. يلا هات هالولد. يلا تعال لشوف. يلا اتركوني. لك بسرعة شوي. روزغار ابني هربوا منا. زمرد ما لك مكان هون. زمرد عم قلك اتركي خلصنا. لا رح ينلق. زمرد بكره الصبح منحكي مع امي نوجين، اتركي هلا. لا انا ما ببقى تحت سقف واحد مع اللي قتل زوجي، رح ينلق هلا. خلص اتركي زمرد. مي بدي اشرب. زمرد مي لا تروحي. زمر اي شيء قالوا كذب لا تصدقي. توفى يا بهية توفى. كنت شاردة وما انتبهت عليكي. خير شو في يا زمرد؟ انتي مريضة؟ ليش وشك اصفر هيك؟ فاطمة جيبي مي لزمرد. بنتي ما فيني شي امي، حسيت حالي متضايقة بسبب هالمشاكل. انتو شايفين انا وحلمي صفينا بالشارع وما عنا بيتي قوينا. انا بالاساس قلت لجازيمنت
قلت لها انه ما في داعي نيجي لهون، بس هي اصرت كتير يعني، وانا صدقوني ما كان بدي اجي لهون ابدا. نحنا ما بدنا نزعجكم. معقولة هالحكي حلمي؟ انتو ما بتزعجونا بنوب، فيكن تبقوا بهالقصر قد ما بدكن يا ولادي. ما بدنا نتقل عليكم. لا انتو لا رح تتقلوا علينا ولا تزعجونا، رح تقعدوا بغرفة مو فوق ظهرنا. معناتها انا رح جهز لهم الغرفة اللي تحت الدرج. هديك الغرفة. لا قصدي الغرفة صغيرة وهن عرسان جداد ومو حلوة بحقهم. طبعا هالشي عيب، مانا حلوة. جهزي لهم الغرفة الكبيرة فاطمة. ما كنت بعرف انكم بتحبوني هيك، عن جد ما كنت بعرف. شايف يا حلمي؟ ايه شايف شايف. امي حبيبتي، ممكن تتصلي بالعم ميرزا؟ انا قلقانه، بدي اعرف اذا لقوا روزجار. اساسا كنت عم فكر بهالشي، رح اتصل فورا. خدي لشوف. اوبا تمام. ميرزا انا ملك، اتصلت لاعرف اذا صار شي بخصوص روزجار. لقينا مكانهم بس هربوا، ما قدرنا نمسكهم، لساتنا عم ندور عليهم. تمام. انا وزهرة قلقانين عليه، اذا استجد شي يا ريت تخبرنا فورا. ان شاء الله رح يقدروا يلاقوا. علي، الرجال صار يلاحقنا بدل ما يجبلنا جمال. الظاهر ما قدرنا نخوفه منيح، لهالسبب ضروري نزعج هالولد هلأ. علي وقف، رح نسرع هالشغلة بطريقة تانية. ألو أمي حبيبتي. روزجار ابني، يا روحي يا قلبي، أنا أنت منيح؟ أنا منيح يا أمي، ما في داعي تبكي. يلا تعالوا خدوني من بين إيديهم. ألو دكتورة، ما ضل عندك وقت، قولي لزوجك جيب لي جمالك بسرعة، ولا ما عاد تسمعي صوت ابنك بحياتك. ألو ألو، بنتي أنا جهزت لكم الغرفة، بدي روح على المطبخ. بتشكرك كتير يا عمتي. الله يسعدك يا بنتي. تسلمي. رستم لو سمحت خد هالغراض لفوق. انتو مريتوا بيوم صعب، يلا اطلعوا وارتاحوا بالغرفة. الله يسلمك أمي نوجين. الله لا يحرمنا منك. الله يخلينا ياكي وديمك فوق راسنا يا أمي. خلاص بكفي بكفي، الله يسعدكم، يلا اطلعوا وارتاحوا بالغرفة. ماشي، تصبحوا خير. وأنا كمان بدي فوت نام وارتاح. تصبحي على خير أمي. تصبحي على خير. ما كان ناقصنا غيره، على شوي كنا رح ننكشف. المفروض هالليلة نطلع الجثة من البيت بأي طريقة، بس والله ما بعرف شلون. وشو بدنا نساوي مع رستم كمان؟ رستم إجازة بكرة، بكرة المساء منحل هالقصة ومنخلص. أوف أوف،
أوف! لك وين اختفوا هدول؟ شو يعني الأرض انشقت وبلعتون؟ نعم بهار، لا ما لقيناهم، لساتنا عم ندور عليهم. ميرزا اسمعني، ديفران اتصل، هو ناوي يساوي شي لابننا. إذا ما أعطينا الولد اللي اسمه جمال هددني إنه رح يأذي ابننا. روزغار بخطر ميرزا. لك وين كون؟ وين كون؟ وين اختفيتوا؟ Haykırsam olmuyor, sussam olmuyor. Yokluğu belirtti sabır taşını. Haykırsam olmuyor, sussam olmuyor. Pişmanlığım tut. Yürüsem olmuyor, dursam olmuyor. Pişmanlığım tut köşe başını. Yürüsem olmuyor, dursam olmuyor. İçimde binlerce cevapsız soru, kalbimde dertlerin belki en zoru. İçimde binlerce cevapsız soru, kalbimde dertlerin. Yardım et Allah'ım, sen bizi koru. Ağlasam olmuyor, gülsem olmuyor. Yardım et Allah'ım, sen bizi koru. Ağlasam olmuyor, gülsem olmuyor. Yardım et Allah'ım, sen bizi koru. Ağlasam olmuyor, gülsem olmuyor. Ağlasam olmuyor, gülsem olmuyor. تعرف شو؟
أنا لسه ما قدرت أفرح لأني التقيت بأمي. الكل مقهورين ومتضايقين بسببي جمال. أمي روزجار وبيلين والعم ميرزا والخالة بها، الكل عم يتوجعوا. يا ريت لو كان فيني انولد من جديد، يا ريت لو اني عم عيش بحياة غير هالحياة. يا ريت. عمو ميرزا؟ حبيبتي زهرة؟ انت منيحة؟ كيفك؟ ماني منيحة. انتن حطيتوا بهالوضع السيء بسببي أنا، كل الحق علي بأوجاعكم. استقبلتني ببيتك بس أنا ساويت لك مشاكل وجبت لكم وجع راس. لا تواخذني، أنا ما قدرت لك، خجلت وخفت كتير. حبيبتي زهرة، انت مالك أي ذنب، انت مانك غلطانه. كيف؟ انت ما زعلت مني يعني؟ لا، بس بسببي انا هن انخطفوا روزجار، هن بدهم يعني انا وجمال ليرجعوا. انا كتير خايفه انه يزعجوا. لا تشغلي بالك، هلا نحن رح نرجع روزجار، بس لننجح بهذا الشيء انت لازم تساعديني بهالموضوع. بهار، ميرزا جوا عنده عم يحكي هو وزهرة، بده يحاكيه على انفراد. وشو بده يحكي مع زهرة ليكون؟ لا، أكيد ما رح يخبرها أنه هو بيكون أبوها، أساساً الوقت مو مناسب ولا المكان. بس قال لي أنه بده يحكي معه. طيب قلي لي، في شي أخبار جديدة عن روزجار؟ الحقيقة نحن إجينا لنحكي بهالموضوع، زهرة لازم تساعدنا لنلاقي هذا الحل الوحيد لحتى نقدر نوصل له. اسمعي زهرة، أنا بصراحة بدي أطلب منك خدمة صغيرة. بعرف يمكن اللي رح أطلبه يكون صعب عليكي، بس لنرجع روزجار بدي اياكي ترجعي تحكي مع ديفران. نحنا رح نعطيه جمال وناخد روزجار. لا، انا ما بعطي جمال، مستحيل ساويها. اهدي، ما رح نعطيه جمال بالحقيقة، رح ننصب لهم كمين وبس. بس هنن ما رح يتركونا بحالنا، رح يضلوا ورانا لياخدوني انا وجمال. شو هاد ميرزا، انت جنيت يعني؟ زهرة من جديد طلعت من العملية وما فيها تقوم من التخت. ملك، أنا حكيت مع الدكتور بخصوصها، نحن بس رح نطالعها لبرا ساعتين ثلاثة، ولما بينتهي الموضوع منرجعها على المشفى لترتاح. ما في عنا خيار تاني لو سمحتي زهرة، مشان روزجار. ها، شغلت التليفون بالوقت المناسب، صاحبنا عم يتصل. احكي. سمعني كتير منيح، في معمل قديم بمنطقة سوغان اللي بتعرفه؟ اي ممتاز، معناها المسا بتجيب ابني ومنلتقي هنيك. تمام، بس انت كمان رح تعطيني زهرة وجمال، اذا بشوف اي حدا معك ما عاد بتشوف ابنك. لا تكتر حكي، سكر. تعرف أنا كتير ارتحت بالنومة هاي الليلة، التخت كتير مريح، مو هيك يا حلمي؟ ايه مزبوط، التخت مريح كتير، بس أنا طول الليل ضليت عم بتقلب بمكاني وما قدرت نام منيح. طبيعي، لأنه الواحد ما بيرتاح غير ببيته. مشان هيك اسمعيني، لازم نلاقي بيت بأسرع وقت. يا ربي، ليش محترقوا كل غراضكم؟ من وين بدكم تجيبوا المصاري لتفتحوا بيت جديد؟ ما بعرف. حلولة، طلعوا هون البيت كتير كبير،
فينا نعيش هون وبساعد بالشغل كمان. ايه مو هيك خالتي بهية؟ لك لا وقفي يا بنت تعي. فاطمة شو صار ببيت ملك القديم؟ مين قاعد فيه؟ من لما راحت الدكتورة ما حدا قاعد فيه يا أمي. العافية شو الأغراض لساتهم بالبيت؟ ايه أساساً طابوا البيت لساته باسم أزاد. إذا كنتي زمرد بتوافق بتقدروا تضلوا بهداك البيت. انتي شو رأيك زمرد؟ ماشي ما عندي أي مشكلة. كيف يعني؟ انتوا رح تعطونا بيت كبير هيك من دون مقابل؟ وأنا بأوقات فراغي بيجي لهون على القصر وبشتغل وبساعد عمتي فاطمة بالشغل. زهرة طلعت من العملية جديد ولهذا السبب ما لازم تتحرك زيادة وتحاول تنتبه على صحتها. الممرضة رح تحط لها ضماد جديد وكمان رح تلبسي مشد خاص لبين ما نرجع. اسمع ميرزا، ديفران مانو غبي، إذا فهم الموضوع ما بيصير خير. ملك وزهرة ما رح تكون لحالة، أنا وفريق الشرطة رح نكون معها وأنا رح كون وراها. طيب بلكي ما صار يلي عم تحكي وقدروا يأخذوني أنا وجمال. لا تشغلي بالك أبدا، نحن ما رح نعطيهم جمال لأنه جمال رح يبقى هون بالمشفى. كيف جمال رح يبقى بالمشفى؟ ما فهمت. لعبة؟ ايه هاللعبة رح تكون بدل جمال. زهرة لا تقلقي ابدا، لا انتي ولا جمال ما رح اعطيكن لحدا. معلش وثقي فيني. وانتي كمان ملك وثقوا فيني. شو فقت؟ ها؟ خد كل كعك. ما بدي. لا بعدين بتموت من الجوع. خلص لا تقلق، اليوم المسا رح تكون ببيتك ورح تنام بغرفتك وعتختك. بالله جد؟ امي وابي رح يجوا ياخذوني من هون؟ ادعي انه ابوك ما يساوي مشاكل. علي مو وقت الحكي هلا. طلع اذا بتضل عم تتصرف مثل المرضى النفسيين بتفوت على الحبس. شكور ربك انه معك حدا عاقل. مسيك يلا. استني استني. يا عيني هالبيت فيه كل شيء مو ناقصه شيء. حلو بياخد العقل، مو هيك زوجي حبيبي؟ ايه والله حلو بياخد العقل. الله يهنيكم فيه يا أولاد. ايه إذا جازيمنت ما عملت حريقة هون وقتها بنتهنى بالقعدة. يا صلاة الزين الله الله. لك حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا أخ. ما علينا، لا تؤاخذوني، أنا لازم أروح على الشغل، تعرفوا الشغل ما بيستنى. إيه. يلا بخاطرك. مع السلامة زوجي حبيبي. لو عمتك ما كانت هون لكنت حسبتك على كلمة زوجي. يلا بخاطركم هلا. مع السلامة حلمي. ما ننسى يا عمتي، أنا وحلمي صار عنا بيت، رح كون مبسوطة كتير. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. سمعت حركة بهداك الطرف، روح شوف شوف. طيب هلا بشوف، عن إذنك. يلا ضبيهم بسرعه.
بلا ما يشوفنا حدا. يلا امتى رح نطلع من البيت؟ هاي الليلة، اليوم رح نخلص من كاظم. يلا حبيبتي تحركي عمهلك، لا تستعجلي. ماشي يلا حبيبي يلا يلا لشوف، خلينا نطلع. جاهزين؟ بس أنا ممكن أني ضم جمال شوي؟ ما في داعي، بلا ما نتأخر، أساساً بعد ساعة بترجعي وبتضمي. طبعاً فيك تضمي يا زهرة، مو مشكلة، مستنى شوي. أعطيني. أتركك بأمانة الله. بحبك كتير يا روحي. إذا أنا ما قدرت أرجع لك، يعني إذا ما خلوني أرجع، أصحك تنساني ماشي؟ ضل أتذكر إنه أمك كتير بتحبك وإنك روح. أمي نوجين يلا أنتي روحي نامي بقى، بين عليكي تعبانة. لا لسه لهلأ ما نعست. وين فاطمة؟ خليها تصب لي شاي كمان. أمي فاطمة عم تكوي هلأ، أنا رح أصب لك شاي. يا ربي شو عم يصير معك يا زمرد؟ إيديكي عم ترجف ووشك كتير شاحب، شو صاير معك؟ وشو اللي رح يصير لسه كمان؟ ابنه وزوجه اللي كانوا مثل القصوص صاروا تحت التراب، وحفيده مفقود كمان. والله الصخر ما بيتحمل هالوجع، بس هي قوية وتحملت وعم بتخبي همها جواتها. ايه مزبوط امي، بس شو رح يتغير اذا حكت لنا همها؟ ايه هيك هموم بتحرق صاحبها واللي بيسمعها كمان. ما علينا، انا رح صب لها شاي. لا تعبي حالك، بصب لك كاسة شاي لك كمان؟ لا ما بدي. وأنا رح أخذ هدول من هون. لازم نخلص من هالبلوي زمرد قبل ما تحكي شي وتكشفنا. أمي ما ضل كتير، اهدي شوي. أول ما تنام الأم نوجين رح ناخد الجثة. ما بقى تنام، شربت إبريق شاي. لا تقلقي رح خليها تنام، وإذا ضربوا مدافع للصبح ما رح تفي. ولك اسكت، عم اقول لك اتركني. ولك خلاص شوي اتركني، خليني اروح لعند اهلي. اسكت، انا بترجاك اتركني. هون منيح، تعال لهون. اتركني. أنا برأيي هالمكان بعيد شوي، خلينا نقرب. الرجال شرطي، لازم ناخد احتياطاتنا. ولك خليك عاقل.
بترجاك اسمعي، لازم يكونوا حذرين منيح. اسمع، نبهت الكل مو هيك؟ تمام، نحن وصلنا، أصحكم تتأخروا. هذا المكان؟ روزجار هون؟ رح نلتقي قدام شوي. هلا أنا وزهرة رح نروح لحالنا، أنتو ما بتتحركوا، ماشي بتستنونا هون. زهرة، هلا رح نفوت لجوا مع بعضنا، بعدين أنتي رح تكملي لحالك تمام؟ بس لا تقلقي، أنا رح كون وراكي، رح أحميكي. حبيبة قلبي، لا تخافي، ما رح يصير شي. ميرزا رح يساوي كل شي مشان يحميكي. ايه صح، ميرزا دايما بيساوي كل شي مشان الكل. انتو لا تتحركوا من هون، يلا. شو عم بتساوي؟ عم تفتشي بخزانتي؟ كنت عم حط لتيابي اللي كويته، بس دم مين هاد؟ دبحت خروف هداك اليوم وهاد دمه. لك هاد دمي لمين رح يكون يعني؟ جرحت ايدي. ايه بس هالبقعة ليش ما راحت بعد الغسيل؟ ايه عادي لا تروح، وهالفستان صار قديم، عملي ممسحة. يلا تركي من ايدك وروحي نامي، انا بتصرف. يلا